يذكر أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى قد أسلم على يده أكثر من 20,000 يهودي ونصراني، وتاب بسببه 100,000 شخص، وصنف أكثر من 2000 مصنف، وهو القائل لطلابه: إذا دخلتم الجنة ولم تجدوني بينكم فاسألوا عني وقولوا: يا رب، إن عبدك فلان كان يذكرنا بك. ثم بكى رحمه الله. ونحن اليوم مقلون في العمل، وما أكبر أمانينا. بعضنا إذا صلى الصلوات الخمس في يوم ظن أنه من المبشرين بالجنة، والبعض الآخر إذا حفظ الأربعين النووية ظن أنه شيخ الإسلام وإمام الدنيا. هل علمت الفرق بيننا وبينهم؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.